المركز العراقي كمنظمة نسوية بدأت العمل منذ 16 عام. رسالتنا المدافعة عن حقوق المرأة، وقد دافعنا عن الكثير من مسودات القوانين، ولكننا نؤمن بأنه تمكين المرأة اقتصاديا هو اللي يخلي العنف يتوقف ضدها. Gender based violence will be stopped، راح يتوقف عندما تتمكن اقتصاديا. ولهذا دخلنا في مجال سيدات الأعمال وتأهيل سيدات الأعمال والنساء الحرفيات والفنانات، وكيف تستطيع الفنانة أن تحول عملها إلى عمل اقتصادي زائد أنه عمل إبداعي. وهذا هو البزار الثاني في البصرة، الأول كان بالتعاون مع قصر الثقافة والفنون، والآن مع مركز سيدات الأعمال في البصرة. ولدينا اتفاقيات وخطوات كثيرة مع الجانبين اللي تم ذكرهم. ولاحظ هنا بأنه النساء قدموا أعمال رائعة بصبر وبفن وبدقة. إحنا دائما للكل يعني دائما أنه نصر على يجب أن يكون هناك تمكين للمرأة، تمكين اقتصاديا، دعم المرأة اقتصاديا، دعمها معنويا. إحنا من بدينا مركز سيدات الأعمال في عام 2009 ما كان عندنا مركز ولا كان عندنا سيدات، كلهم كان يعني من جهة عين يعني مارسي نشاط كان جبجبين، يعني بداية بسيطة لكنه بعدين تتوسع وتتوسع. ونحن أيضا كاتحاد رجال الأعمال ساندين لكم وداعمين لكم، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. وسجنا موجودة وراح تكون هناك اتفاقات أيضا على مستوى عمل الشراكة مع مركز سيدات الأعمال، ونحن كرجال الأعمال أيضا ساندينهم. وصلت لنا دعوة من الست جناه مبارك، نشكرها على الدعوة هذه. الدعوة كانت تخص بازار، البازار يحتوي على شغلات تراثية، ظهرت لنا جانب آخر من الجوانب اللي يعني ما مسلطين ضوء عليها من ناحية التفاصيل التراثية وكجمال التراث العراقي. وإن شاء الله راح نكون من الداعمين لهيك بازارات ومشاركة بالأيام الجاية إن شاء الله. شراكة عمل بين مركز سيدات الأعمال في البصرة والمركز العراقي لتأهيل المرأة وتشغيلها. هذا البازار هو باكورة عمل سيكون مشترك مستقبلا إن شاء الله. يهدف هذا البازار إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتها الفنية واليدوية والحرفية والغذائية. مركز سيدات الأعمال يدأب على تدريب وتطوير المرأة وتمكينها وصولاً إلى ريادة الأعمال من خلال إقامة الدورات التدريبية وتسويق المنتجات. نأمل أن يكون هذا البازار هو منتجع لكل سيدات البصرة، لأنه سيكون دائمي كل يوم جمعة وسبت. تشرفنا اليوم بزيارة إلى المركز العراقي لتنمية المرأة في البصرة، الذي قام بتجربة، طبعا هاي التجربة ليست الأولى بل يعني امتداد إلى تجارب أخرى سابقة. كان الهدف منها هو تشجيع النساء العراقيات خصوصا في البصرة على أن تمكن اقتصاديا من خلال المشاريع، بدءا من المشاريع الصغيرة ونهاية إلى المشاريع الكبيرة التي تدر عليها بالفائدة. لذلك ارتئينا اليوم أنه نتجول في أروقة هذا البازار. كانت طبعا الأمور التي قامت بعملها السيدات العراقيات في البصرة يعني جهود تتميز بالدقة وكذلك بالجمالية. نتمنى أيضا من كافة المؤسسات بالأخص إحنا كطبقة أكاديمية في الجامعات أن تدعم مثل هكذا مشاريع للنساء العراقيات في البصرة.